بعد أن أغلقت القبائل الليبية موانئ النفط في وجه المجلس الرئاسي لحكومة السراج، سارعت بإعلان تفويضها لقيادة الجيش الوطني بالتواصل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإيجاد حلول لعدم وقوع عائدات النفط في أيدي الميليشيات والمرتزقة. نفوض القيادة العامة تفويضا مطلقا للتواصل مع البعثة الأممية والمجتمع الدولي بإيجاد حلول لعدم وقوع إيرادات النفط في أيدي الميليشيات الإرهابية. خرج المتحدث العسكري ببيان للقيادة العامة للقوات المسلحة معلنا التزام القيادة بحدود التفويض الممنوح لها من قبل القبائل والشعب الليبي بشأن التفاوض لنيل مطالبها التي لن يكون بالإمكان إعادة الفتح دون تحقيقها. البيان جدد تذكيره بالشروط التي أعلنتها القبائل الليبية، أبرزها فتح حساب محايد بإحدى الدول تودع فيه عوائد النفط الليبي، مع وضع استراتيجية واضحة للتوزيع العادل للأقاليم الثلاثة، وبضمانات دولية ألا تذهب هذه العوائد لتمويل التنظيمات الإرهابية والمرتزقة. إغلاق النفط وتمسك قيادة الجيش بالشروط التي أعلنتها القبائل مقابل فتح الحقول حركت عجلة المفاوضات الدبلوماسية الدولية من اتصالات مكثفة إقليمية ودولية لاستئناف الإنتاج والتصدير للنفط الليبي، فيما وافقت دول كبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة على الشروط المعلنة بضرورة وضع آلية محددة لمؤسسة النفط لتوزيع عادل للثروات واعتماد مبدأ الشفافية. تسعى قيادة الجيش الوطني إلى جانب مهامها وواجباتها بوضع كل المطالب والمسؤوليات الموكلة إليها ضمن أولوياتها لتحقيق إرادة الشعب الليبي للوصول بليبيا إلى دولة تحفظ الأمن وتحقق السيادة. محمود الشريف لقناة ليبيا الحدث.